مثل نوره كمشكات فيها مصباح. سؤال يتداوله غير المسلمين في مواقعهم ويسفهون في هذا وبه سفها كبيرا، فحبت أن نتأمل هذه المسألة في يومنا هذا. المسألة الأولى إن في أشياء تبغضها الشريعة ويمقتها الله عز وجل إلا في بعض المواضع. الكبر مثلا، الكبر مذموم، والزهو والخيلاء والعجب، كل هذه كبائر ومذمومة في الشرع قطعا، لكنها في مقام الحرب وعندما يكون هذا الزهو وهذا الفخر وهذا الاختيال على غير المسلمين في الحرب فإن هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبو دجانة وقد تعصب بعصابة حمراء يوم أحد وأخذ يمشي مزهوا مختالا، قاله يا أبا دجانة إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. يعني فرغم أن الزهو والاختيال منهي عنه شرعا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، لكنها في هذا المقام في مقام الحرب وإظهار القوة وإظهار الاختيال على غير المسلم في الحرب مما يكسر نفسه ومما يسهم في تصدعه في مثل هذا المقام، فهذا أمر مما أقرته الشريعة المطهرة. الإمام النووي رحمه الله عندما علق على هذا قال معنى أنا النبي لا كذب، يعني أنا النبي حقا لا أفر ولا أزول. وعندما ذكر أنا ابن عبد المطلب لها جملة من الحكم، يعني من بينها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت له القيادة الدينية والشرف الديني كان له أيضا الشرف الدنيوي، فعبد المطلب من جانب آخر كان سيدا من سادات قريش، وسيادته كانت بمجموعة من المناقب الفاضلة في ذاتها، فكان يطعم الطعام شديد السخاء والكرم، ينفق في الأزمات، حتى تقول الروايات التاريخية كان يطعم حتى الوحوش على رؤوس الجبال. فكان في مجموعة من المناقب والخصال هي من رصيد الفطرة ومن مواريث الأنبياء من بقايا ملة إبراهيم ومما يحبه الله ورسوله، هذه الجوانب
والإسلام عندما هدم الجاهلية إنما هدم ما فيها من شر وما فيها من باطل، أما ما كان فيها من بقايا من النور وأرصدة الفطرة صحح مسارها وقوم بواعثها جعلها لله عز وجل. لكن الفضيلة في ذاتها فضيلة، الكرم فضيلة، الشجاعة يعني الشجاعة فضيلة، الحلم فضيلة، إطعام الطعام فضيلة، يعني وإغاثة الملهوف، يعني كل ذلك من الفضائل التي يحبها الله ورسوله. لكن جاء الإسلام يوم جاء فصحح مقصودها، ألا تكون لمجرد أن يتحدث الناس بذلك، ألا تكون لمجرد أن ينال الإنسان الثناء والمنزلة في قلوب الناس، أن يفعلها يوم يفعلها طاعة لله عز وجل وابتغاء وجهه. أيضا جعل لها معايير، فنعم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإنسان لا يبالغ في إنفاقه ولا يبالغ في إمساكه، إنما كان بين ذلك قواما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صدر فقال أنا النبي لا كذب، لكي ينفي بهذا التصدير الذي صدر به إعلانه عن النبوة وإعلانه عن الرسالة ما يسبق إلى وهم بعض الناس من أن ذكره لعبدي المطلب باعتبار شركه أو باعتبار جاهليته، لا، إنما كان بما فيه من شرف دنيوي حازه بسبب المناقب الفاضلة، فاجتمع له الشرف الديني والشرف الدنيوي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد ولد من نكاح لا من سفاح، وهو القائل عن نفسه أنه قد ولد من نكاح لا من سفاح، يعني فلم يزل يتقلب من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى ولد صلى الله عليه وسلم، يعني فلم يصب سلسلة نسبه من سفاح الجاهلية ولا من درنها شيء صلوات الله وسلامه عليه. أيضا بعد ثالث، إن كان يعني بنو إسرائيل والمشركون يعتقدون في كثير من الأنبياء أنهم أبناء الله، نعم، وقالت يعني اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فتأكيد يعني على بشريته وعلى نبوته وعلى عبوديته لله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة يعني خلاصة القول في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أعلن عن نسبته في هذا المقام وأن الله قد بعثه في أشرف القبائل وأشرف البطون فجمع له بين الشرف الدنيوي والشرف الديني، ثم صدر هذا بالإعلان عن نبوته وعن رسالته صلى الله عليه وسلم، هذا من إظهار القوة المحمود في مثل هذا المقام. والإمام النووي فرع فقال وقال أهل العلم بناء على ذلك أنه يجوز للرجل في المعركة أن يقول أنا ابن فلان، وقد قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فإظهار يعني إظهار القوة وإظهار الزهو في مواقف القتال وعلى غير المسلمين في مواقف الخصومة ومواقف الحرب، هذا مما جاءت به الشريعة المطهرة، ولا يتناقض هذا مع الافتخار بالأحساب والأنساب الجاهلي المنهي عنه شرعا قطعا. هذا أصل آخر من أصول الشرع المطهر، أن الاعتزاز بالآباء بنسبتهم الجاهلية أو بميراثهم الجاهلي أمر يسخطه الله ورسوله قطعا. يعني لكن إذا قال الرجل إنه من قوم يحرصون على الشرف المتدينون وغير المتدينين، إنه من قوم يحرصون على العفاف يحرصون على الطهر، هذا افتخار بمناقب وافتخار بفضائل، وهي مما يحبه الله ورسوله في الجملة، ومما ينبل به أصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فمن كان خيرا في الجاهلية سيكون خيرا كذلك في الإسلام إذا حاز الفقه في الدين وإذا
يعني تعلم وترقى في مدارج طلب العلم والتماسه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العافية، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. مثل نوره كمشكاتها مصباح.